السلام عليكم، رجعنا لكم بسلسلة جديدة لن ترى مثلها في أي قناة. فكرة هذه السلسلة ليست غريبة عنكم، ومتابعين قصة طاقم الوفاء يعلمون طريقتي في سرد الأحداث. نعم، ستكون السلسلة بنفس طريقة القصة. تريدون أن تفهموا أكثر بالسلسلة؟ تعالوا معي للمارجوة البحرية، سيخبرونكم الجروسي كل شيء. شباب، قبل أن نبدأ، لايك واشترك إن لم تكن مشترك. حلمنا هو 100,000 خلال نهاية السنة الجديدة. السلسلة داخل المارجوة البحرية. بعد تلقيهم قرار يخص قراصنة داخل العالم الجديد من الحاكم إمساما. هل تعتقدون أن هذا الأمر الذي أخبرنا عليه إمساما كافي لجمع كل القراصنة العالم بمكان واحد وتوفير علينا عناء ملاحقتهم بكل مكان؟ ليس هناك حل آخر، سنحاول أن نجعلهم يقتل بعضهم البعض ويوفرون علينا المشقة. هذا ما رأيته. خطة سامة ذكية بجمعهم بمكان واحد للقتال، ولكن قد تعترضون بعض الصعوبات بالوصول لبعض القراصنة، لا سيما اليونكو وقراصنة طاقم الوفاء المجهول مكانهم. سيتطلب منا وقت لذلك. صحيح، معك حق، لكن لابد من هذا. سنجعلهم يرضخون لمطالبنا بإظهارها لهم. من سيتخلى عن المجيء ليحصل على هدية ثمينة كهذه؟ إنها أقوى فاكهة موجودة، أعطت قائد الروكس قوة مرعبة. ستكون هدية لمن سيبقى للأخير. لنجعلها معركة الموت الأخيرة للقراصنة إذن. أثناء ذلك، مقر قائد الأسطول ساكازوكي أكاينو. بعد توصله برسالة من الجروسي عن معركة الأخيرة، شرع بالتنفيذ مباشرة وأرسل أخبار مغرية بالعالم للقراصنة والمقاتلين والفرسان وأخيرا اليونكو وكل شخص داخل العالم الجديد. وصلته الأخبار تفيد بتوجههم نحو مكان هذه البطولة، وأن البحرية وحكومة العالم في هدنة لمدة شهر حتى تنتهي هذه البطولة التي ستقام خلال هذا الأسبوع. الجائزة هي فاكهة الروكس ديزيبيك ومفتاح خريطة الأحلام رافتيل. أثناء ذلك، جزيرة هاتشينوس، مقر اليونكو اللحية السوداء. ما خطة البحرية بهذا القرار الغبي؟ يا لها من هدية ثمينة، إن حصلت عليها سأحكم هذا العالم. هيها أيها القائد، هل سنذهب إلى هناك؟ بالطبع أيها الغبي، سنذهب. لن نسمح لأحد بالحصول عليها كما فعلنا بفاكهة إيس الميراميرا. هيا استعدوا، سنتوجه نحو مقر البحرية. إننا نقتحم العدو بأيدينا أيها القائد. لا عليك، سنجتمع بالعديد من الشخصيات إذا. أثناء ذلك، جزيرة الكعكة الكاملة. سنحاول يا إخوتي أن نحصل على هذه الفاكهة لنعزز دفاعنا. حاضر، سنذهب ونحصل عليها نحن الاثنين. سأذهب أنا وسموتي وديفون وأوفين للبطولة، والبقية ستحمون الجزيرة بغيابنا. هل فهمتم؟ حسنا. أثناء ذلك، شمال دريس روزا. سنشارك ونحصل على هذا السحر ونقدمه للوفي دونو. سأرافقك برحلتك، لن أسمح لك أن تذهب وحدك. لا أيتها الأمير، عليك البقاء هنا لأنك أميرة المكان. هاي ليو، هل سمعت الأخبار اليوم؟ أجل، وسأشارك للحصول عليها. يبدو أننا سنذهب معا للبطولة.
يالية. حسنا، أثناء ذلك الأزرق الشرقي بطولة على فاكهة الشيطان. الحكومة تنظم هذه البطولة، لعل في الأمر شيء على ما يبدو. على مكان ما داخل البحر، سنذهب ونحصل على هذا الكنز لأعزز قوتي الكبيرة ياكين. هيا استعدوا. حسنا سيد غريغ، لنتوجه نحو العالم الجديد يا رجال ونشارك في هذه البطولة. أثناء ذلك الجراند لاين، جائزة ثمينة سأبيعها بعد ما أحصل عليها، إذن سأذهب الآن. وبالفعل بدأ العديد من مختلف القراصنة يتوجهون نحو مكان بطولة المعركة الأخيرة بكل بقاع العالم. أثناء ذلك داخل جزيرة فالنسيا، طاقم الوفاء يخيم على الجزيرة منذ أيام. بعد تلقيهم الأخبار يستعدون للذهاب نحو البطولة أيضا. أيها الوفاء، سنحاول أن نكون نحن السباقون للفاكهة، ولن نسمح لأحد أن يحصل عليها لأنها خطيرة جدا. أما عن المفتاح فهو ما نبحث عليه طوال هذه المدة، وجاءت الفرصة لأخذه، لكن هذه المرة عن طريق القوة. مستعدون لهذه الحفلة من الحكومة أيضا. لن يكون الأمر سهل يا دوفلامينغو، فجميع القراصنة بالعالم يحلمون بهذا، وسيتوجب علينا قتالهم للحصول عليها. أخبرني يا سيد كوزان، هل لوفي والطاقم سيشاركون أيضا؟ لا ندري، بعدها سنعرف ذلك. أثناء ذلك طاقم قبعات القش، لا يهمني الفاكهة، ولكن كما قال تروبي، إذا كان المفتاح ضروري للوصول إلى الجزيرة علينا أن نحصل عليه بأي شكل من الأشكال. وما سيتناول هذه الفاكهة إن حصلنا عليها؟ لوفي، لنؤجل هذا لبعد، كل ما نريد الآن هو الحصول على المفتاح. علينا الاستعداد والتوجه للبطولة. فاكهة ومفتاح، إلى ما يهدفون أولئك الأوغاد. بمكان ما داخل العالم الجديد. أيها القائد، لقد انتهينا من الاستعداد. هيا، لقد جاء الوقت لنحصل على الكنز الخفي. كنز ومفتاح، لما لا، سأحصل عليه، أنا قادم إليكم. الكل إلى مكان واحد، بطولة المعركة الأخيرة. بقي يوم واحد على بداية البطولة. لقد وصل المئات من القراصنة للمكان وسجلوا مشاركتهم. يا سيد ساكازوكي، ما الذي تفكر به الآن؟ قل لي، هل يوجد اسم لفيجيتورا بالمشاركين؟ ليس هناك اسم لحد الآن، لكن لا زال يوم واحد، قد يصل إن كان مهتم، أو قد يكون متخفي وراء اسم ثاني. حسنا، سنرى ذلك. المهم، لن أسمح لأحد بالمغادرة أي كانت النتيجة المعركة بالأخير. سيداتي وسادتي، أيها الحضور الكريم، أشكركم نيابة على المنظمين هذه البطولة، وأود أن ننبه على أن كل المشاركين يحق لهم استخدام كل ما يملكون من مهارة، ولما لا ونحن بصدد قتال على واحدة من أقوى الفواكه بالعالم، الفاكهة الذي تخص قائد طاقم الروكس، وأيضا مفتاح كنز الأحلام. أيها الحضور، عندنا العديد من المشاركين بعد أن تم تصفية الغير متأهلين منهم. بقي 48 مشارك، كلهم عينهم على الجائزة، لذلك صفقوا معي ونجعل هذه البطولة مشتعلة. لقد تم إعطاؤنا العد لبداية بالقرعة، سيكون المشاركين موزعين على 12 مجموعة، وكل مجموعة من 4 مشاركين، وسيتقاتلون فيما بينهم، ومن سينتصر منهم سيمر للدور الثاني، والفائز بالأخير سيحصل على لقب الأقوى وكنز الفاكهة. لنباشر أيها الجمهور بالقرعة الآن.
أيها الحضور الكريم، أفرزت القرعة النتائج وقتالات مشتعلة بالجولة الأولى. مثلا نباشر القتال، قائد قراصنة قبات القات لوفي في مواجهة قوية ضد أحد أعضاء اليونكو بيغمان شارلوت دايفوكو. الجولة الأولى تبدأ بقتال لوفي ودايفوكو. لنبدأ. قبات القاس، لا زلت غير على قتالي ولا تتفاخر بقوتك الكبيرة. حسنا، لنرى إذا من هو الغر. ويستعد دايفوكو للهجوم على لوفي الذي يتحول لنمط الجير 2، ويبدأ الهجوم على دايفوكو، لكن دايفوكو يتفادى الهجوم ويستخرج الجيني ويرسله على لوفي، لكن لوفي بسرعة نمطه يراوغ الجيني ويرسل ضربات سريعة عليه. حاول الجيني مراوغتها لكن كانت سريعة جدا فأصابت الجيني، لكنه لم يسقط بل استخرج طاقته الكبيرة ويرسل بخار سام نحو لوفي، لكن لوفي بسرعة النمط الذي تحول له يختفي من مكانه ويتحول بعضها إلى الجير 3 ويضخم ذراعه ويرسل قبضته على الجني ويدخله بالأرض. بالرغم من سقوط الجني لكن دايفوكو لم يستنزف الهاكي الخاص به. اللعنة عليك يا قبعات القش، لكنك لن تهزمني أبدا. لم ترى شيئا بعد أيها الابن العاص، هيا لننهي هذا القتال بسرعة. ويتحول دايفوكو إلى جني بدراع ويرسل قبضة مغلفة بالهاكي. لا بأس بك، تستحق أن أريك قوتي الكبيرة. ويتحول لوفي لنمط الباوندمان ويحلق بالأعلى ويجمع قبضة الكينج كونغ ويرسلها إلى الجني، ويحدث اصطدام كبير داخل الساحة المعركة. لست بقوتي أيها الفتى، لذلك انسحب قبل أن أقتلك. ماذا تحلم يا قبعات القش؟ لست ككتاكوري معجب بك، لن تستطيع أن تلعب بعقلي أبدا. حسنا، تحمل ما يحدث لك إذن. ويتراجع لوفي للوراء ويطلق العنان لقوته ويتحول لنمط سنيكمان ويغلف جسده بهاكي الريو ويضرب الجني الخاص بدايفوكو ويدخله أرضا ويرسل قبضات الكونغ سريعة جدا لم تعطي فرصة لدايفوكو باستعادة طاقته. حاول أن يحمي نفسه بالجني الخاص به لكن لوفي لم يترك ويرسل هجمة قاضية لبطن دايفوكو ألصقته بالأرض ويسقط دايفوكو مغميا عليه. رهيب، لقد أسقط لوفي خصمه بضربة قاضية وانتهت المعركة بانتصار لوفي بها. والآن أيها الجمهور سنباشر ببدء الجولة الثانية. أحد قراصنة قبات القاش برونك يقابل خصمه أحد قراصنة هابو دونساي لتبدأ الجولة الثانية أخيرا. حتى لو كنت حليفا لكم لن أدعك تهزمني أبدا. يوهوهوهو، حسنا، ربما كنت أقوى مني فأنا مانع من تجربة حظي بالقتال. لن أقتلك أبدا. ماذا أيها الهيكل؟ وتبدأ الجولة الثانية بهجوم قوي من ساي بالبيسانتو الرياح عنده ويرسل ضربات خاطفة على بروك الذي يستخدم خفته الرهيبة ويتفادى كل ضرباته ويهرب من مكان لمكان. حاول ساي محاصرة بروك بالزاوية لطعنه بالرمح لكن بروك استخدم قوته الكبيرة وتفادى الهجمة في آخر لحظة ويستخدم سيفه ويتصدى له
وقفز للوراء وهاجم على ساي واستطاع بخفة أن يجرح ساي، لكن ساي لم يتحمل ما حصل له ويغلف سلاحه بالهاكي ويبدأ الهجمات السريعة على بروك، مما استطاع إصابته وإسقاطه. وحاول إرسال هجمتي الأخيرة بسلاح القاتل، لكن بروك انتبه للأمر وقفز من أمام سلاحه واستخدم قوة الجليد الخاصة بسيفه وثبت ساي للحظة وهاجم عليه بقوة فكسر سلاحه وهاجم على جسده وأصابه بطعنة قوية، لكنه لم يسقط بل استخدم الهاكي الملكي مع قوة قدمه وضرب بروك على وجهه وطار للوراء وسقط. قلت لك أن تتمكن من هزيمة أيها الهيكل، لقد أغضبتني، علي أن أكون دفائدة داخل الطاقم. ويطلق بروك قوة الروح الشيطانية الخاصة به ويغطي المكان بالكامل بالساحة ويحول المكان الكثير من المخلوقات التي تهجم من كل مكان على ساي الذي ارتبك، لكنه يحاول الهجوم عليها من كل مكان لصدها، لكن ماذا يقدر أن يفعل أمامها وتهجم عليه من كل مكان. ويستغل بروك الوضع ويهجم بسيفه ويخترق بطن ساي ويسقطه أرضا. انتهت الجولة الثانية بفوز بروك بهذه الجولة. لنزيل الستار عن انتهاء الجولة الأولى من المعركة الأولى، وسنبدأ الجولة الثانية بعد 3 ساعات ومعالجة الإصابات المبارزين. وخلال هذا الوقت سأسرع بتذكيركم أن الفائز سينال لقب الأقوى بالبحر ويأخذ فاكهة الروكس ومفتاح خريطة الأحلام رافتيل. رجعنا لكم من جديد، سندخل للجولة الأخيرة، سيمر منها فقط متبارزين، أما البقية يتم إقصائهم. رحبوا من جديد بالمشارك الأول دايفوكو الذي خسر الجولة الأولى ضد خصمي الذي خسر أيضا بالجولة الأولى دون ساي. الفائز منهم سيواجه الخاسر من المعركة الثانية. لنبدأ الجولة الثانية. سأنتصر بهذه الجولة لأمر إلى المرحلة الثانية. لن أسمح لك بهذا. ويطلق دايفوكو الجني الخاص به ويرسله إلى ساي الذي يجهز سلاحه ليتصدى له، لكن دايفوكو يغير من أسلوبه القديم ويستخدم الجني سلاحه الذي يستخدمه أيضا دون ساي ويهجم عليه بسرعة. ساي لم يعد يتحرك بسرعة المعتادة، والسبب هو الجرح الذي سببه بروك له بالقتال الأول، ودايفوكو يعلم بهذا وهذا ما يستغله للإطاحة بساي، وبالفعل ينجح بالوصول لمكان الإصابة ويطعنه فيها ويفتح الجرح من جديد، ويعجز ساي على التحرك ومواصلة القتال ويسقط أرضا من شدة الألم. انتصرت أخيرا. ها المفاجأة، سقوط سريع لمقاتل الشرس ساي الذي أصيب من جديد بمكان الإصابة الأولى. كم أنت خبيت يا دايفوكو، لقد استغليت جرح ساي للإطاحة به. وكذا صار عندنا فائز جديد بهذه الجولة، وسيواجه الخاسر من معركة الصديقان العدوان لوفي وبروك. والآن لنباشر المعركة الثالثة من الجولة الثانية، صفقوا معي. ما هذه القرعة الظالم الذي حطتنا في مواجهة بعض؟ يوهوهو. المهم
أننا نتشارك هدف واحد، لا يهم من ينتصر، لكن سنقاتل بنزاهة لإرضاء الجمهور. بروك لاختبار قوتي الكبيرة ضد لوفي. بدأ أول الهجوم عليه بسيفي، لكن لوفي لم يتحرك من مكان، بل غلف قبضتي بالهاكي وصد سيفه وغلف يده الثانية بالريو وأرسلها على بطن بروك بقوة فأسقطه أرضا. حاول بروك النهوض ومتابعة القتال، لكنه تراجع عن ذلك ورفع راية الاستسلام المفاجئ الذي أغضبت الجمهور عليه. المفاجأة غريبة، لقد استسلم المتبارز بروك وقد خسر المعركة، مما انتقل لوفي للجولة القسم الثاني. لكن أيها الجمهور، من سيستمر مع لوفي للقسم الثاني؟ هل هو بروك نفسه أم دايفوكو؟ الجواب سنعلمه بعد ساعة من الآن ببداية الجولة الرابعة بعد ساعة من الآن. أيها الجمهور، سندخل الجولة الأخيرة لهذا اليوم لنتعرف عن فائز جديد، وهذا الفائز سيكون بالمرحلة الثانية. رحبوا بالمقاتلين الاثنين، بروك من قراصنة قبات القاس ودايفوكو من قراصنة اليونكو بيجمان، لنبدأ القتال أيها الجمهور. لن أسمح لك بالمرور للجولة الثانية على حسابي. يوهوهو، لنرى، لعلك قوي، ولكن وصولي سيعطينا فرصة أكبر للوصول لغايتنا. ويبدأان الهجوم بعضهم على بعض في وقت واحد، كل منهم يعلم بأسلوب قتال الثاني ويفهمان خطة قتال كل واحد منهم، بحيث دايفوكو صار يقاتل بأسلوب الهاكي بسلاحه، أما بروك أسلوبه يتطور بعد كل معركة، صار سريع بشكل لا يصدق، مما صعب على دايفوكو الهجوم المباشر عليه، ويرسل هجمات ثلجية بسيفه نحو دايفوكو بقوة. حاول دايفوكو تفاديها لكنها سريعة بشكل كبير جدا، أصابت الجني الذي أطلقه لتشتيت انتباه بروك وأهمى عينيه وقفز عليه وضربه بسيفه فجرحه وارتد نحو دايفوكو من الأعلى، فاستطاع بروك اختراق دايفوكو بسيفه الذي تعب من قتال السابق ضد لوفي واستطاع إسقاطه بالأخير. حاول مقاومة الإصابة والنهوض من جديد، لكن بروك لم يسمح له، استعمل قدرة الفاكهة وثبت دايفوكو مكانه وأرسل هجمة ثلجية قوية، ألصقت دايفوكو أرضا. فائز وخاسر، أجل، لقد انتصر بروك بقوة الغريبة ويلتحق بنصف المتأهلين للجولة القادمة مع لوفي، وأخذ الخاسرين لمشفى المقر لمعالجتهم من الإصابة. انتهت مباريات اليوم للجولة الأولى، وسنكمل قرعة المجموعة الثانية الآن. صفقوا معي الآن. شباب، أخبروني بالتعليقات رأيكم بهذه القرعة وكيف ستكون نهايتها الجولة الأولى والثانية. أخبروني عن ما سيبقى بالبعركة الأخيرة. بالأخير لا تنسى تدعمنا باللايك والاشتراك ونشر بكل مكان. أضرب لكم بموعد بالجزء القادم. سلام. أترككم الآن مع قرعة المجموعة الثانية. We'll be right back.
رجعنا لكم في اليوم الثاني من بطولة المعركة الأخيرة الذي وصلت للمعركة الجولة الأولى من المجموعة الثانية. لذلك رحبوا معي بالمنافسين الذي سيدخلون الجولة الأولى لهذه المجموعة. ونبدأ بأول المنافسين عضو قراصنة الذي ضاصيته مؤخرا بالعالم الجديد تحت اسم قراصنة طاقة الوفاء كين. فالمنافس الثاني صاحب الوزن الثقيل داخل العالم الجديد كأحد أقوى الشخصيات الموجودة والقائد الأول داخل المتمردين الثوار عين الساقط دراكون ميهوك. يلا من معركة قوية جدا تجمع أحد أهرامات القوى داخل العالم الجديد. لذلك أيها الحاضرين ابدأوا الرهان على من سينتصر بهذه المعركة. لنباشر بداية المعركة. أقوى سياف في العالم أمامي، ما هذه الصدفة الغريبة؟ ولا مرة تخيلت أنني سأقاتلك بهذه الطريقة. عضو طاقم الوفاء، لعلكم أشهر طاقم بالعالم، لكنك لست في أكلتي المفضلة يا كين. لكن كين وميهوك ليست مجرد معركة عادية، بل هو تحدي، ويستعدان الخصمان لبداية الهجوم، بحيث كين يسل سيفه ويستعد للهجوم على ميهوك الذي يحلل تحركات كين ويشهر سيفه ويحاول أن يطلق سلاش على كين ببداية. لكن الكين يكشف الأمر ويتحول لطائر ويحلق بالآلة ويرسل لهب على ميهوك، لكن ميهوك يستخدم سيفه ويقطع النار الذي أشعلت المدرجات بهذه الحركة ويرسل سلاش خاطف عليه. حاول كين مراوغة السلاش، لكن ميهوك يقفز للأعلى ويرسل عليه هجوم قوي، لكن كين يرجع لهيئته البشرية ويستعمل سيفه ويوقف هجوم ميهوك عليه، ويحدث اصطدام قوي بالمكان. كل واحد يحاول السيطرة على الوضع أكثر. كين لا يسمح لميهوك أن يتفوق عليه. أما ميهوك يعلم أنه تحت أنظار حكومة العالم كونه أكبر عدو لحكومة العالم، ويتراجع للوراء ويغلف سيفه بالهاكي ويطلقه نحو الكين الذي يحاول إطلاق القوى النارية لسيفه، ويقفز لمنع ميهوك ويحدث اصطدام كبير للهاكي. يتراجع ميهوك ويرسل سلاشات متتالية على كين الذي لا يتوقف، ويرسل هجمات مضادة قوية تصد هجمات سيف ميهوك. ما الذي يحدث؟ إن أفضل معركة لحد الآن، والتكافؤ يخيم على هذا القتال، ولا أحد يعرف النتيجة. أعترف أنك خصم قوي يا كين، وتستحق مني أن أظهر قوتي لك وقوة هذا السيف الذي يعد الأقوى بالعالم. استعد إذن. ويطلق ميهوك قوة الضلاع من سيفه الأسود، وتتكون هالة قوية نحو سيفه، أصابت الجمهور بالرعب وخيم الصمت على المكان. وداعا يا كين، إن تصديت لهذا الهجوم فسأعلن انسحابي من المعركة. ماذا؟ حسنا، لن أخسر هذه المعركة أبدا. ويطلق كين قوة التيرانوس الأسطورية ويغلف جسده بالكامل بنار التيرانوس، ويستعد للتصدي لهجمة ميهوك وهالة سيفه الأسود اليوري الذي اكتملت. ويرسل ميهوك أضخم قوة بسيفه رأيناها لحد الآن
على كينغ الذي جسمه محاط بطاقة النار، وبالفعل يتلقى الهجوم بجسده ويسقط سيف الكينغ من يده، وتحدث المفاجأة الكبرى. الطاقة التي أحاطت بالكينغ منعت 70% من الأضرار على جسده ولم يسقط بالكامل، لازال عنده بعض القوى لكنه لا يقدر على متابعة القتال. لكن ميهوك كان له رأي آخر. لقد أدهشتني يا كينغ، لم أتوقع أن تتصدى لهذه الهجمة. أعترف أنك خصم يستحق الاحترام، لذلك أنت الفائز بهذه الجولة. مبارك. ها، ما الذي يحدث؟ لقد أعلن عين السقر عن انسحابه من هذه الجولة. لماذا؟ لتتقلص حظوظه بالمرور للدور الثاني، وبذلك نعلن عن فائز بهذه الجولة كينغ. أيها الجمهور الكريم، بعدما انتهت هذه الجولة سنبدأ المعركة الثانية في هذه الأثناء، لذلك رحبوا معي بأول المتنافسين، عضو آخر لطاقم الوفاء الشرس بيلاني، وآخر طاقم قراصنة اليونكو اللحية السوداء الملقب بدماء الشيطان شيريو المطر. لنبدأ هذه الجولة الآن. إيه أيها الغير الصغير، هل أنت عضو بذلك الطاقم التافه؟ هل تعلم أن قائدكم التافه كان تحتنا مباشرة؟ هين، لا يهمني كلامك، فقائدنا شخص لن يؤثر عليك كلامك، لا أنت ولا قائدك الجبان، وأكيد سنصل لكم عن قريب. ما هذه المناوشات بين المنافسين؟ أكيد سنشهد مباريات قتالية قوية بهذا التحدي. إيه، لماذا تفكر يا ميهون؟ لماذا لم تقاتل بجدية؟ لقد رأيت إصرار يشبه إصرار زورو من قبل. بيلامي يستعد للهجوم على شيريو الذي يجهز سيفه الأحمر. ها، سأختبر سرعتي ضدك. ويقفز بيلامي باستخدام فاكهتي على شيريو الذي تفاجأ من سرعتي وهو ينط بكل مكان، ويقفز بيلامي على شيريو من الأعلى. حاول شيريو تفاديه لكنه لم يفلح، فأصابه بضربة قذفته للوراء. إنه سريع جدا، يعتمد على قدمه بتوزيع توازن جسده ويضاعف سرعتي مع كل حركة يقوم بها. فهمت الآن، لنرى إذا يقدر أن يفعلها مرة ثانية. ويجهز شيريو سيفه ويحول لدماء حمراء، وينتظر هجوم بيلامي عليه الذي لازال ينط بالأعلى لمعاودة الهجوم من جديد. وبالفعل قفز من كل مكان برشاقته وهجوم من نفس المكان على شيريو الذي يغلف سيفه بالهاكي ويراوغ هجوم بيلامي عليه، ويقفز للوراء ويعيد الهجوم بسرعة متتالية من وراء ظهر بيلامي، فطعنه طعنات متتالية سريعة، فلم يعد بيلامي يقدر على التحرك أكثر. حاول أن يستدير الهجوم على شيريو لكن شيريو لم يعطيه فرصة لذلك، واستخدم سيفه وشكل حرف إكس عليه وسقط أرضا لا يقدر على الوقوف أبدا. انتصر شيريو بقوة على بيلامي بعد ضربة قاضية، وبذلك يمر للمرحلة الثانية ويقابل الخاسر في أول جولة ميهون. ستكون معركة قوية. أما بيلامي فإنه سيدخل الجولة الثانية بعد ساعة من الآن ضد المتنافس الذي انتصر بالجولة الأولى كينغ. وخلال هذا الوقت سأطلق
أذكركم أن البطولة تضم 48 متنافس من كل مكان بالعالم، وكل أعينهم على قوة أقوى قرصان مر روكس ديزي بيك. وليس هذا فقط مفتاح خريطة الأحلام الرافتيل. رجعنا لكم أيها الحضور الكريم، وسندخل مباشرة للمعركة الجولة الثانية من المجموعة الثانية. البداية بين المنتصر الأول كينج الحارق وخصم الذي خسر الجولة الأولى بيلامي. ما هذه الصدفة الغريبة؟ كلاهم ينتمون لنفس الطاقم، إنه طاقم الوفاء، لكن بطولة يمنع فيها مسائل الحساسة، وأي مخالفة تعرضك للطرد النهائي. أيها الجمهور لنبدأ المعركة الآن. لم أرغب بمواجهة أحد طاقمي، لكن ما عندنا خيار سوى تقديم كل ما عندنا بهذا القتال يا بيلامي. نعم لنفعل هذا سيد كينج. ويبدأ بيلامي أول هجوم نحو كينج الذي يراوغ كل هجماته ويحلق للأعلى ويطلق لهبه نحو بيلامي. حاول بيلامي أن يكون الأكثر سرعة، لكنه يعاني أمام قوة الطيران مما دفعه لتقليد نفس الحركة ويحلق معه بالأعلى ويمسكه ويحاول أن يرميه من الأعلى، وبالفعل ينجح بإمساك كينج ويرميه ويسقط أرضا. لكن كينج لم يصب بل أخرج سيفه ويرسل هجوم على بيلامي، لكن بيلامي يعرف هجمات كينج كاملة ويحاول أن يتفاديها ويعكسها عليه. لكن كينج يعلم ويظهر شيء جديد هذه المرة يطلق تقنية الشعاع، فلم يستطع بيلامي أن يتفادى الهجوم لأن الشعاع يمنعه من ذلك ويعمي عينيه، ويصيب بيلامي الهجوم ويسقط على ركبته ويقع أرضا. لقد أسدل الستار عن هذه المعركة وانتصر كينج بالمباراة الثانية. هل سيكون أول المتأهلين أم أنه سيدخل بقتال آخر؟ سنتعرف على ذلك بعد مباريات الجولة الأخرى الذي سيدخل عين الصقر بنية الانتصار ولا شيء غير الفوز بها، إن هو أراد البقاء بالبطولة. أما منافسه شيريو فقد انتصر من قبل، وإذا انتصر أيضا بهذه الجولة سيمر مباشرة إلى جانب كينج للجولة الدور الثاني. والآن سنبدأ المعركة المصيرية بين هذين المقاتلين. لقد التقينا يا عين الصقر من جديد، هل تذكر قتالنا السابق؟ لقد انتصرت علي فيه، ومنذ ذلك الوقت وأنا أتدرب لأجل الانتقام ورد الدين والتفوق علي. أرجو المعذرة، لا أتذكر حشرات الذي أسحقها من قبل. ويبدأ القتال العنيف بحيث ميهوك يسل سيفه ويرسل أول سلاش على شيريو، لكن شيريو يقوم بتقنية الاختفاء ويختفي من أمام الهجمة ويهجم على ميهوك عن قرب. كاد أن ينجح بهذا الهجوم عليه، لكن عيون ميهوك الذي انتبهت في آخر لحظة ويقفز للوراء للابتعاد عنها ويغير اتجاه سيفه ويقفز للهجوم على شيريو، لكن شيريو لا يسمح له بهذا ويستعمل سيفه ويتصدى لميهوك ويحدث اصطدام قوي جدا
بهذه المعركة. يحاول كل واحد منهم أن يكون المسيطر على هذه المعركة، لكن تقاربهم بالقوة يمنع كلاهما من ذلك. ميهوك عازم على إنهاء الجولة بانتصاره، لذلك يغير أسلوبه وتظهر هالة السوداء للمرة الثانية حول سيف ميهوك، لكنها بشكل مختلف ويطلقها نحو شيريو الذي يستعمل سيفه الأحمر ويتصدى لها بقوة كبيرة. غبي، هل تحسب نفسك قادر على التصدي لتقنية سيفي السرية؟ يحلم. ويفاجئ هالته القوية وتزداد ضخامتها وقوتها. لم يعد شيريو يقدر على الصمود أمامها، لا زالت تتزايد أكثر وأكثر حتى صارت ضخمة بشكل كبير جدا. فأصابت جسد شيريو وكسرت الغمض الخاص بسيف شيريو واخترقت جسده، فلم يتحمل ولا لحظة فسقط مكانه ودمرت الحلبة بالكامل ولم تعد صالحة للقتال. وفاز ميهوك بهذه الجولة أخيرا. أجل، إن معركة العمر بين أقوى المقاتلين، لقد أظهر عين الصقر تقنية جديدة لم نراها من قبل ودمرت الساحة. يلا من قوة كبيرة جدا. أيها الحاضرين، لقد انتصر ميهوك بهذه الجولة وتم نقل شيريو للمشفى في هذه الإثناء من إصابة الخطير، وبذلك احتدم الصراع بهذه المجموعة من جديد. أيها الحاضرين، سندخل الجولة الثالثة الآن وسنتعرف من سيمر للدور الثاني. البداية بين بيلامي الذي أقصي من البطولة مبكرا، لكنه يلعب على ماء الوجه ضد خصمه الذي يحاول أن ينتصر بهذه المجموعة عين الصقر. لنبدأ هذه الجولة. سأرجع كرامتي إن فزت على أقوى سياف. ويهجم بيلامي على ميهوك الذي لا يعطي فرصة لبيلامي ويرسل سلاش في طريقه علي. حاول بيلامي القفز والابتعاد علي لكنه لم ينتبه لميهوك القادم باتجاهه ويستطيع أن يطعنه بسيفه ويقوم بإسقاطه بسرعة أمام أصوات الحاضرين. ما هذا يعني الصقر؟ لقد قلبت النتائج وأصبحت قريب من المتأهلين للدور الثاني. أيها الحاضرين سيداتي وسادتي، أذكركم أن ميهون يحتل المركز الثاني داخل المجموعة الثانية بانتصارين وخسارة لحد الآن، بحيث متصدر هذه الجولة كين. يدخل معركتي الآن ضد شيريو المطر محتل المركز الثاني. لا زال كل شيء ملعوب لحد الآن. والآن سنباشر ببداية المعركة الأخيرة لهذا اليوم الذي سيدخل كينج لضمان المرور للدور القادم، وشيريو الذي يخطط للمرحلة الدور الثاني أيضا. هاي يؤسفنا أن نبث لكم خبر وصل الآن من المشفى، وهذا الخبر أيها الحاضرون أن إصابة شيريو المطر خطير ولن يتمكن من المشاركة في الوقت المناسب بهذه الجولة، ولذلك هذا الخبر قد أحبطنا. وقانون البطولة يمنح الانتصار للمقاتل كين، وبذلك سينتقل الدور القادم إلى جانب ميهوك.
وبذلك أصدر الستار عن هذه المجموعة الثانية أخيرة بتأهل كل من كينغ الحار وعين الصقر دراكون ميهوك. وبذلك أصدر الستار عن هذه المجموعة الثانية أخيرا بتأهل كل من كينغ الحارق وعين الصقر دراكون ميهوك. شباب، من كان يتوقع هذه النتائج اليوم؟ ومن كان يعلم أن ميهوك كان سبب في قلب المعارك هذه المجموعة؟ اكتب رأيك بالتعليقات، إنني أقرأ كل التعليقات وأكيد سأجيبك عليها. في الأخير الحمد لله الذي وفقني، وأضرب لكم موعد بالجزء القادم. سلام.